الآن اسمحوا لي أن أدعو معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإلقاء كلمتها، فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، السادة الوزراء الزملاء الأعزاء، السادة المحافظون، السيدة المحافظة، السادة ممثلو المجالس النيابية، السادة ممثلو المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة، السيدات والسادة الحضور الكريم، سعدني أن أرحب بكم جميعا اليوم في فعاليات المؤتمر الوطني للدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ذلك الحدث المتميز الذي يعقد هذا العام بتشريف السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وحضور عدد من السادة الوزراء الزملاء والسادة المحافظين وشركاء النجاح من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية المعنية، بالإضافة إلى كوكبة متميزة من أبرز الخبراء والإعلاميين، لنشهد جميعاً الاحتفاء بالجهود المبذولة في إطار هذه المبادرة التي أطلقت الدورة الأولى لها في أغسطس 2022 بموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وحظت برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية، مما أسهم في تحقيق نتائج ومكتسبات مهمة وعزت بأهمية إطلاق دورة ثانية لها في إبريل 2023، وذلك في ظل إقبال غير مسبوق من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المبتكرة التي تقدم حلولاً خلاقة للتعامل مع تحديات تغير المناخ وتعزيز جهود التحول للإقتصاد الأخضر، بما يعكس حرص الدولة المصرية على جذب وتشجيع فرص الاستثمار البيئي والمناخي والحلول صديقة البيئة والتكيف مع والتقليل من حدة التغيرات المناخية في كافة المحافظات المصرية. السيدات والسادة الحضور الكريم، تأتي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في إطار توجه الدولة المصرية لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تمثل الإطار الحاكم لكافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية الوطنية. وتسعى الدولة المصرية لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال تقدير الخطة الاستثمارية للدولة، وذلك بزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2024-2025. كما تتسق أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخ في مصر 2050، حيث تعمل الدولة على الربط بين هذه الاستراتيجية ومختلف مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيف والتخفيف من أثار التغيرات المناخية، من خلال توجيه حوالي 420 مليار جنيه للتخفيف والتكيف من أثار التغيرات المناخية في الخطة الاستثمارية لعام 2023-2024. تمثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة، وتعتبر أبرز ثمار الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وصفها واحدة من أنجح مبادرات العمل المناخي في مصر، والتي أثمرت عن عدد من المكتسبات القيمة. أولاً، تنفرد تلك المبادرة بالإسهام في نشر الوعي بأهمية مواجهة أخطار التغيرات المناخية. ثانياً، عملت المبادرة على تكثيف الجهود للتكيف مع التغيرات المناخية باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وآليات التحول الرقم. ثالثاً، أسهمت المبادرة في تعزيز التفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البعد البيئي في التنمية، حيث تم وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وهو ما يتسق تماماً مع توجه الدولة المصرية لتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكافة الأقاليم والمحافظات المصرية، وتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة. رابعاً، تميزت هذه المبادرة بما أسفرت عنه من خلق حالة من التناغم والتنسيق الفعال بين كافة مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية الشريكة والمؤسسات التمويلية الوطنية، مما عزز جهود الدفع مبادرات مناخية أكثر شمولاً. خامساً، شهدت فعالية المبادرة مشاركة مختلف فئات المجتمع في
في ضوء ما تضمنته هذه المبادرة من فئات مختلفة كما تم ذكره، مشروعات كبيرة، مشروعات متوسطة، شركات ناشئة، مشروعات مرتبطة بالمرأة، مشروعات مرتبطة بالمجتمع المدني، في تأكيد جديد للدور الفاعل الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة. ومن أهم المزايا هذه المبادرة هو التأكيد أيضاً للدور الفاعل الذي تقوم به المرأة في كافة مجالات التنمية. ودكتورة مايا مش موجودة، ولكن أحب أن أنا أشير أنه فازت 8 مشروعات مملوكة للسيدات من أصل 18 مشروع فائز في الدورة الثانية لهذه المبادرة، بنسبة تخطت 44% من إجمالي المشروعات الفائزة كانت للمرأة. سادساً، أسهمت المبادرة أيضاً في بناء شراكات ناجحة مع شركاء الوطن من القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين. سابعاً، تركزت الجهود في بناء قدرات كافة الكوادر، سواء كانت المتدربين أو الكوادر المتقدمة، من أجل تأهيل أصحاب المشروعات المشمولة بالمبادرة. والحقيقة يمكن من أهم المكتسبات لهذه المبادرة هي اكتشاف العقول المصرية المبتكرة النابغة. يعني زي ما كان دولة الرئيس بيقول لي البلد مليانة خير كتير، كل هذه العقول النابغة هي دي اللي بتدي أمل لمستقبل أفضل لهذه الدولة المصرية. الحضور الكريم، تجسدت كافة تلك المكتسبات على أرض الواقع في حجم الإقبال الواسع على المشاركة في هذه المبادرة، وكما تم ذكره في 5600 مشروع هذا العام، مجالات تنموية مختلفة، زراعة مستدامة، طاقة جديدة متجددة، تدوير للمخلفات، ترشيد لاستهلاك المياه، كفاءة استخدام المياه، وخفض الانبعاثات. وفي إطار الحرص على استدامة الجهود المبذولة للتحول الأخضر، شهد المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية العام الماضي إطلاق أول قرية خضراء تحصل على شهادة ترشيد من أحدث المعايير البيئية العالمية. تم بالفعل اختيار قرية فارس العام الماضي في محافظة أسوان كأول قرية مصرية. وهذا العام احنا حصلت قرية نهطاي بمحافظة الغربية على شهادة ترشيد، لتعد ثاني قرية على مستوى الجمهورية تحصل على هذه الشهادة العالمية، في توفير وسائل مبتكرة للحفاظ على مياه الشرب، معالجة الصرف الصحي، وإدارة النفايات البلدية والعضوية والحيوانية، وحدات البيوجاز، وأنشطة المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى المساحات والحدائق العامة والترفيهية وسهولة وصول ذوي الهمم إلى الخدمات العامة. ونؤكد أن هنا أن هذه المسيرة مستمرة بالتعاون مع كافة الشركاء من الوزراء والمحافظات نحو إدراج المزيد من القرى المصرية ضمن هذه المبادرة، بما يعزز جهود الدولة المصرية نحو التحول الأخضر. سيدات والسادة الحضور الكريم، قدمت مصر للعالم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أثناء مؤتمر الأطراف COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي كنموذج رائد يحتذى به للعمل الجماعي فيما يتعلق بتغير المناخ. تستمر المبادرة في إتاحة خبرات مختلفة ودروس مستفادة على المستوى المحلي وأيضاً على المستوى الدولي، واستعراض تجربتها والأثر الإيجابي الذي تعدى المشروعات الفائزة يصل إلى الأفراد والمجتمعات المحلية في كافة ربوع مصر. اسمحوا لي أن أثني على هذا العمل الضخم وما شهده من تعاون مثمر. أتوجه بالشكر لكل هذا الجمع الكريم المتناغم من شركاء التنمية، من الوزارات المختلفة، من مؤسسات الدولة، من المحافظات والجهات، والمسؤولين على المستوى المركزي وكافة المسؤولين على المستوى المحلي، أيضاً كافة الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والمتخصصين، بما يجسد النهج التشاركي الذي تؤمن به تماماً الدولة المصرية وتحرص عليه، حيث ننظر دائماً إلى عملية التنمية باعتبارها مسؤولية جماعية، يشترك الجميع في جهود هذه التنمية كما يشترك الجميع في عوائد هذه التنمية. سرني أتوجه بكافة الشكر أتوجه بالشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء على دعمه الشديد وعلى اهتمامه وعلى حضوره وعلى تفقده، يعني بصبر شديد لكافة المشروعات الموجودة في كافة المحافظات. أيضا أتوجه بشكر خاص لكافة زملائي الوزراء والوزيرات
وطبعا بصفة خاصة وزارة التنمية المحلية، وزارة البيئة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الاتصالات، وزارة الشباب والرياضة، وكافة الوزراء المعنيين. وأخص بالشكر الشركاء الذين لم يكونوا ضمن هيكل المبادرة التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء، والحقيقة على رأسهم وزارة التعليم العالي، لما أتاحته من مجموعة كبيرة من الخبراء والأكاديميين المتطوعين في عملية تقييم كل المشروعات التي تمت على مستوى المبادرة. أتوجه بشكر خاص للدكتور محمود محي الدين رائد المناخ ورئيس لجنة التحكيم الوطني للمبادرة، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لأجندة التنمية المستدامة 2030. شكر موصول للسفير هشام بدر منسق عام المبادرة، لجميع فرق عام المبادرة على مستوى الوزارات وعلى مستوى كافة المحافظات. حقيقة المحافظات بذلت جهد كبير جدا لهذه المشروعات على المستوى المحلي، فشكر كبير جدا على اهتمامهم على هذه المبادرة. الحقيقة الشكر أيضا لكل اللي تقدموا لهذه المبادرة. دايما بنقول في هذه المبادرات وفي هذه المسابقات مش بس ال 18 اللي فازوا أو ال 379 اللي تم اختيارهم، حقيقة كل من شارك في هذه المبادرة هو فائز. دي رحلة، رحلة فيها قدر عالي جدا من التعلم، فيها قدر عالي جدا من التدريب، قدر عالي جدا من اكتساب الخبرات، وقدر عالي جدا من اكتشاف العقول المبتكرة المبدعة اللي موجودة على أرض بلدنا. بشكركم وكل التوفيق للجميع إن شاء الله.